الترغيب في الدعاء للأخ بظهر الغيب، وأن المسلم ينبغي أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، ومعنى ظهر الغيب يعني في غيبته وعدم حضوره، يدعو لإخوانه بظهر الغيب. المسألة الثالثة أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله جل وعلا ملائكة تقول له ولك بمثل، ولك بمثل. ولذلك كلما أكثرت من الدعاء لأخيك بظهر الغيب قالت الملائكة ولك بمثل. فإذا قلت اللهم ارزقه حفظ القرآن قالت الملائكة ولك بمثل. إذا قلت اللهم أدخل أخي الجنة قالت الملائكة ولك بمثل. إذا قلت اللهم ارزق أخي مالا قالت الملائكة ولك بمثل. اللهم اشفي أخي مثلا، اللهم يسر أمره، هكذا كل من دعا لأخيه بظهر الغيب تقول الملائكة ولك بمثل. المسألة الثالثة، من دعا لأخيه بحضوره هل يشمله مثل هذا الثواب؟ هذه مسألة فيها نزاع عند أهل العلم، ولذلك قالوا بأن الدعاء بظهر الغيب فيه إخلاص، فيه صدق، الإخلاص لله عز وجل والصدق لهذا الأخ أو للصاحب أو للزميل أو للجار أو لهذا المسلم عموما. لماذا؟ لأن في الغالب أن الناس إذا دعا بعضهم لبعض في وجهه، دعا في وجه أخيه، فقد يكون له غرض وهدف أو تملق مثلا أو مجامل، لذلك يضعف الصدق هنا. أما إذا دعا له بظهر الغيب أن تقوم الليل ومن جملة الدعاء اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم ارزق أخي فلان، اللهم مثلا يسر أمره، فك كربته مثلا، ها؟ ما أحد يراك إلا الله عز وجل، ولا أحد يسمعك إلا الله عز وجل، فهذا فيه من الصدق، من كمال الصدق الشيء الظاهر، الشيء الظاهر. ولذلك هذا الحديث مقصور على ماذا؟ على من دعا لأخيه بظهر الغيب. أما إذا دعوت له بحضرته فلك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، ولا تحرم على قدر إخلاصك لله وصدقك في هذا الدعاء، وصدقك في هذا الدعاء. ولذلك يحرص الإنسان على أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب. والمسلمون كلهم إخوة، فلو دعوت لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات فإن الملك يقول ولك بمثل.